بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى الله نتوكل. معكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأجنة. حديثنا اليوم إن شاء الله على عضلة من أهم عضلات الجسم، وهي عضلة الحجاب الحاجز diaphragm. diaphragm زي ما احنا كلنا عارفين هو بيفصل القفص الصدري ثوراسيك كافيتي، تجويف القفص الصدري فوق عن الابدومينال كافيتي تحت. اذا هو عامل زي الحزام. تخيل حضرتك لو لابس حزام حوالين وسطك، بس هذا الحزام واصل كله ببعضيه، كل حرف الحزام اللي انت لابسه واصل ببعضيه، فبالتالي عامل اوريجين زي الحزام بالظبط من الحافه بتاعتهم. تعالى كده شوف الاوريجين بتاعت الديافرام، وليه 3 اوريجين. واحد سترنال اوريجين فروم ذا باك اوف ذا زيفويد بروسيس، سترنال اوريجين فروم ذا باك اوف ذا زيفويد بروسيس. كوستال اوريجين فروم ذا لوور سكس كوستال كارتريج، ثم فيرتبرال اوريجين. ايه هو الفيرتبرال اوريجين؟ فيرتبرال اوريجين ليه اكثر من اتاشمنت، وحاول مع لو سمحت تركز معايا في المسكه بتاعته دي. واحد رايت كراس، رايت كراس طالع فروم ذا ابر 3 لمبر فيرتبرا، من البادي بتاعت الابر 3 لمبر فيرتبري، ابر 3 لمبر فيرتبري. الليفت كراس طالع من البادي بتاعت الابر 2 لمبر فيرتبري، يبقى رايت كراس طالع من البادز بتاعت الابر 3 لمبر فيرتبرا، ليفت كراس طالع من الابر 2 لمبر فيرتبرا. ثم 3 اركوت ليجمنت، يبقى 2 كراس، واحد يمين وثاني شمال، و3 اركوت ليجمنت. واحد ميديان اركوت ليجمنت بين رايت كراس وبين ليفت كراس. ميديال اركوت ليجمنت طالع منين؟ طالع من كل كراس الى التب اوف ذا ترانزفيرس بروسيس اوف ذا فيرست لمبر فيرتبرا، تب اوف ذا ترانزفيرس بروسيس للفيرست لمبر فيرتبرا اللي هو ده كده. طيب اللاترال اركوت ليجمنت طالع من التب اوف ذا ترانزفيرس بروسيس اوف ذا فيرست لمبر فيرتبرا تو ذا لاست رب، تو ذا لاست رب. وهنا لو انت مشيت هتلاقي ادي الحزام كله خلص، ادي الحزام كله ايه؟ كله خلص. علشان يبدا كله يتجمع اهو، كله يتجمع مع بعضيه علشان ينتهي في حته في الوسط اسمها سنترال تندون اوف ذا دايفرام. يبقى ده الحزام كوستال، ادي السيرنال، ادي الكوستال، ادي الفيرتبرال. خلص الحزام كله اتجمع في سنترال تندون اوف ذا دايفرام اللي هو الانسيرشن. اذا الانسيرشن اوف ذا دايفرام هاز نو بوني اتشمنت. ادي الاورجن سيرنال من الباك اوف ذا زيفويد بروسيس، كوستال من اللور سكس كوستال كارتريج، الفيرتبرال رايت كراس من البادز ابر 3 لمبر فيرتبرا، ليفت كراس ابر 2 لمبر فيرتبرا، ميديان اركوت ليجمنت بين الاثنين كروره، ميديال اركوت ليجمنت من جنب كل كروره الى ترانزفيرس بروسيس ل L1، لاترال اركوت ليجمنت من ترانزفيرس بروسيس بتاعت L1 الى لاست ريب. شكل الدافرام عامل زي شكل الشمسيه بالظبط. امسك الشمسيه هتلاقي في الوسط منخفضه، سنترال بتاعها ديبريست، اما على الجنبين خلي بالك من الحته دي كده اسمها كوبلا. ادي الليفت كوبلا وادي الرايت كوبلا، خلي بالك انا ماشي مع الرايت كوبلا اهي، ده ضلع، ده ضلع، لكن الكوبلا اهي اهي، دي كده عباره عن رايت كوبلا ودي كده عباره عن الليفت كوبلا. ده الهارت اهو، ادي الابكس اوف ذا هارت، وده يقول لي ادي الرايت وادي الليفت. امال ايه ده دكتور؟ ده الجاز اللي هي موجوده في قلب الاستومك. واضح من الرسمه ان الرايت كوبلا اعلى من الليفت كوبلا، علشان الرايت لوب اوف ذا ليفر لارجر ذان ذا ليفت لوب اوف ذا ليفر. النيرف سبلاي بتاعي ده فران بياخد دبل نيرف سبلاي، بياخد موتور اند سنسوري.
الموتور فروم ذا فرينك نيرف سي 3 و4 و5 وبغذي الدافرام من الانفير سيرفيس. طيب ايه اللي خلى الدافرام ياخد من سي 3 و4 و5 بالرغم ان هو موجود تحت عندي 12؟ لان اصل الامبريولوجي بتاع الدافرام يا جماعه كان في النك، ثم حصل ديسند بتاعه ديسند اوف ذا دافرام علشان يوصل لاتوميك البوزيشن، وده السبب ان هو بياخد من الفرينك نيرف، نيرف طويل جدا اهو بدا من العنق، لان الدافرام في الاصل بدا في النك ثم عمل ديسندنج بتاعته الى الاناتوميكال بوزيشن. اما السنسور بتاعه طالع من اللور فايف انتركوستال اند سبكوستال نيرف، لور فايف انتركوستال اند سبكوستال نيرف. ايه الاكشنز بتاعت الدافرام؟ قلنا ان الدافرام من اهم العضلات في جسمي، ولاحظ كده انت عندك عضلتين في الجسم لو مات وانت مت، واحد الدافرام، ثم في عضلة تانية في اللارنجس اسمها بوستيريور كريكو اريترويد مصل، وقلنا في محاضرة اللارنجس ان هي بلد بحرف البي، وده مسؤول عن ابدكشن اوف ذا فوكال كورد. هذا الدافرام والبوستيريور كريكو اريترويد مصل في اللارنجس من اهم عضلتين في جسمك كله، ماتوا من تموت. ده المين مصل اوف ذا انسبيريشن، وخلي بالك انسبيريشن وليس اكسبيريشن ولا ريسبيريشن، انسبيريشن بيزود الانتر ابدومينال بريشر. لاحظ كده اثناء ما حضرتك بتعمل حمام، اثناء عمليه ديفيكيشن، اثناء عمليه الولاده، قد ايه انت بتزود الانتر ابدومينال بريشر عن طريق كونتراكشن اوف ذا دافرام. رايتك راس بتاعته عامل السينكتر اوف ذا سوفجاس، خلي بالك ان السوفجاس هاز نو اناتوميكال سفينكتر، لكن السفينكتر بتاعه الاسوفجاس هو عباره عن الدايفرام. خلي بالك لو حصل انجري الفرينك نيرف على وان سايد معناه ان انت موتت وان سايد، فبيحصل الدافرام حاجه اسمها بارادوكس موفمنت. ايه البارادوكس؟ المفروض ان الدافرام يا جماعه لما بيعمل عمليه كونتراكشن الكوبله العاليه دي بتنزل لتحت مع الانسبيريشن وبتطلع لفوق مع الاكسبيريشن. اللي بيحصل هنا كده العكس، مع الانسبيريشن بدل ما بتنزل لتحت بتطلع لفوق، ومع الاكسبيريشن بدل ما بتطلع لفوق بتنزل لتحت، لذلك سماها بارادوكس، ومعنى كلمه بارادوكس يعني حركه معاكسه. ده لو حصل يونيلاترال انجري اوف ذا فرينك نيرف. طب لو حصل بايلاترال هتموت، باراليسيس اوف ذا فرين نو انسبيريشن، انتهت القضيه. طيب لو حصل اريتيشن اوف ذا دافرام بيعمل حاجه اسمه ريفيرد بين تو ذا شولدر تيب، للتيب اوف ذا شولدر. ليه؟ لان السكن بتاعت التيب اوف ذا شولدر بياخد من سي 4 والدافرام بياخد من سي 3 و4 و5، بسميها ريفيرد بين. هيكف، ايه الهيكف؟ اللي هي بالعربي اسمها الزغطه. الزغطه ده عباره عن ايه؟ عباره عن سبازموتيك كونتراكشن دافرام، اهو ريبيتد عمال الدافرام يعمل عمليه كونتراكشن 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 كونتراكشن، ما بيعملش فول ريلاكسيشن، فبيعمل حاجه اسمها هيكف اللي هي الزغطه. ما بين الفيرتبرال اوريجين اوف ذا دافرام وما بين الكوستال اوريجين اوف ذا دافرام في تراينجل، ده عامل جاب. هذا الجاب لما بزيد الانتر ابدومينال بريشر الكونتنس بتاعت الابدومين بتطلع في الثوراسيك كافيتي وبتعمل هيرنيا، خدناها في الامبريولوجي، ارجعوا من محاضره امبريولوجي اوف ذا دافرام، كونجنيتال دافراجماتيك هيرنيا اوف بادلك. هذه الكونجنيتال دافراجماتيك هيرنيا دي اللي عندي جاب موجوده بين الفيرتبرال اورجن وبين الكوستال اورجن اوف ذا دافرام. هل الدافرام كلوز؟ لا، احنا عرفنا ورجعوا لمحاضره الامبريولوجي للدافرام ان الدافرام مكون من في بدايه الامبريولوجي من ست اجزاء، فظهر عندك ثلاثه ميجور اوبننجز ان ذا دافرام جمعناهم في كلمه اسمها فويس اوف امريكا. الله عليك يا عم يوسف، فويس اوف امريكا، صوت امريكا. الفي يعني لازم الكلمه يكون فيها في، فينا كافا الاوبننج، فتحه انفير فينا كافا. او اوسفيجيال اوبننج، فتحه الاسوفجس. ايه اورتيك اوبننج، فتحه الاورطه. فويس اوف امريكا، ثلاث فتحات. الحقيقه الثلاث فتحات دول كل واحده منهم ماشي فيها ثلاث حاجات. انا لغايه دلوقتي عرفت حاجه من الثلاثه.
عرفت حاجة، هنا الفرفرة كافة، هنا الاسوفجس، هنا الايه الاورطة. لازم عندي اعرف ايه هما الحاجتين التانيين كده في جدول. جمع لنا الميجور اوبننجز اللي موجودة في دافرام فويس اوف امريكا، فينا كافل اوسوفيجيال اورطك. الليفل بتاعهم على حسب الثوراسيك تي 8 10 12 8 10 12. طيب وضعهم بالنسبه للميديان بلين او رايت ليفت ميديان، يمين شمال وسط. طب ايه الحاجات اللي ماشيه فيها؟ ده احنا عرفنا الفير فينا كاف دي يمين مع رايت فرينك نيرف، رايت فرينك نيرف والليمفيفيزل، فير فينا كافا رايت فرينك نيرف ليمفيفيزل. طب ده الاسوفجس، يبقى الاسوفجس الاسوفجس بياخد بلاد سبلاي من الليفت جاستريك فيزل، ده في الابدومنا الكافيتي، بيطلع لها برانش اسمه سوفجيال برانش، بيعدي من فتحه الاسوفجس، سوفجيال برانشز اوف ذا ليفت جاستريك فيزل، ثم النيرف انتيرور اند بوستيرور جاستريك نيرفس. امال الاورطه اي تي اي، اي اورطه تي ثوراسيك داكت اي ازايجوس في. يبقى الثلاثة ميجر اوبننج بتاعت الدافرام اللي هم فويس اوف امريكا، فينا كافا، اوسوفجس، اورطة، 8 10 12 تي 8 تي 10 12 يمين شمال وسط. هنا انفير فينا كافا رايت فرينك نيرف لينف فيزل، اوسوفجس مع اوسوفجال برانش اوف ذا ليفت جاستريك فيزل انتيرند بوسيرو جاستريك نيرف، الاورطة مع ثوراسيك داكت and azygos vein. ده منظر بس بيقول لك ادي شكل الدافرام، معدي من ورا الدافرام يا بيه عضله ماشيه ورا الميديال اركوتليجمنت اسمها سوس ميجر ماسل، وعضله ماشيه تحت اسف خلف اللاترال اركوتليجمنت اللي هي كوادريتس لامبوريام ماسل، ودول عضلات اللي هي موجوده ريليتد للفيرتبرال العمود الفقري. هي الماينور اوبننجز اوف الدفران، في 8 فتحات تانيين صغيرين في الدفران، اول اثنين مع بعضيهم سوبيري بجاستريك فيزل اند ماسكلو فرينك فيزل. انتوا عارفين ان سوبيري بجاستريك ارتري والماسكولو فرينك ارتري دول نهايات لشريان اسمه انترنال ثوراسيك ارتري، دول الترمينيشن بتاعت الانترنال ثوراسيك ارتري. ثم اتنين مع بعضيهم لور فايف انتركوستال نيرف وفيزل سبكوستال نيرفز اند فيزل، يبقى نهايات الانترنال ثوراسيك واللور فايف انتركوستال والسبكوستال نيرف اند فيزل اللي هم السنسوري نيرف سبلاي اوف ذا دافرام. اتنين اس سمباثيتك ترانك سبلانكينك نيرفس، سمباثيتك ترانك سبلانكينك نيرف. ثم اخر اثنين خلي بالك احنا قلنا ان مع الاورطه معدي الازايجوس، طب امال هيما ازايجوس معدي لوحده، قلنا مع الفيرو فينا كافه معدي الرايت فرينك نيرف، امال الليفت فرينك نيرف معدي لوحده. يبقى الماينور اوبننج بتاعتي سوبيرو بجاستريك فيزل ودي نازله بين سترنال عند كوستال اورجن، ماسكولو فرينك فيزل ودي معديه خلال سليبس بتاعت الكوستال اورجن اوف ذا دافرام، لور فايف انتركوستال من خلال سليبس بتاعت الكوستال اورجن دافرام، سب كوستال نيرف اند فيزل ورا اللاترال اركوت ليجامنت، سمباثيتك ترانك ورا ميديال اركوت ليجامنت، سبلانكينك نيرفز معديه من كل كراس، هيما زيجوس معديه من الليفت كراس، ليفت فرينك من الليفت كوبلا اوف ذا دايفرام، ودول الثمانيه ماينور اوبننجز اوف ذا دايفرام. ايه الريليشن بتاع الدايفرام؟ تقصد من فوق ولا من تحت؟ لو من فوق يمين ولا شمال؟ طب تحت يمين ولا شمال؟ انا عندك وفوق الرايت كوبلا الرايت بلورا الرايت لانك، فوق الليفت كوبلا ليفت بلورا وليفت لان، كلام سهل قوي، في الوسط بيريكاردم اند هارت. طب من تحت تقصد يمين ولا شمال؟ نفس القصه، على اليمين رايت لوب اوف ذا ليفر، رايت كدني، رايت سوبر انجلاند، اهو تحت رايت كوبلا، رايت لوب اوف ذا ليفر، رايت كدني، رايت سوبر، شيلهم
نزلهم في الشمال بكلمة lift. Left lobe of the liver, left kidney, left suprarenal. لكن ما تنساش ان السبلين والستومك ناحية الشمال. الستومك بدأت شمال، اي نعم ينتهت يمين، لكن بدأت حتة على حتة في الستومك، فندس of the stomach والسبلين تحت الليفت كوبلا of the diaphragm. دخلنا في موضوع بقى تاني، وده كيف تتحرك movements of the respiration. ارجو مزيد من التركيز والفهم في النقطة دي يا حبيبي. انت علشان خاطر تاخد inspiration لازم تنفخ الرئتين، يعني محتاج ان انت توسع القفص الصدري ثوراسيك كافيتي. علشان تزود من الديامتر بتاعة الثوراسيك كافيتي لازم تزود الثلاثة ديامترز، انتروبوستيرو ديامتر، ترانزفيرس ديامتر، اند فيرتيكال ديامتر. ثلاثة ديامتر. تعالوا كده نبدأ بأول واحد، ازاي هزود الانترو بوستيرو ديامتر. القصة بدأت كالآتي. الاناتوميكال بوزيشن بتاعة الريبس ان اللور اند، اسف، الانتيرور اند، انتيرور اند از لور ذان ذا بوستيرور اند. ارجو مزيد من التركيز، ان اللور اند اوف ذا ريبس از لور ذان بوستيرور اند. الانتيرور اند بتاعتي لور ذان ذا بوستيرور اند. تعال انت هنا كده بص القضية، القضية كلها لم يعمل عملية كونتراكشن للانتركوستال ماسلز، بترفع الربس لفوق. لما ترفع الربس لفوق تقوم بتدفع السرنم إلى الأمام. لما تدفع السرنم إلى الأمام تقوم تزود الأنتروبوستيرور ديامتر. زي بالظبط الإيد بتاعت المضخة، بامب هاندل. آدي الإيد بتاعت المضخة أهي. لما ترفعها لفوق أهو تقوم تزود الأنتروبوستيرور ديامتر. تاني بالروح. بالروح التاني. أنا عايز أزود الأنتروبوستيرور ديامتر. فبيقول إن الأنتير إند أوف ذا ريب إذ لور ذان ذا بوستير إند. فلما بيعمل إليفيشن للرب، لما بترفع الرب لفوق العمود الفقري ما بيتحركش. أمال مين اللي بتتحرك؟ السرنم. تقوم تدفع السرنم لقدام. لما تدفع السرنم لقدام تقوم تزود الأنتروبوستيرور ديامتر. زي بالظبط بامب هاندل موفمنت أهو. بامب هاندل موفمنت. تمام. طيب عاوز ازود للترانسفيرس ديامتر. هذا البامب هاندل موفمنت بتحصل في الضلوع من 2 الى 6. طب عاوز ازود الترانسفيرس ديامتر، خلي بالك برضه اناتوميكال بوزيشن للرب. بالرغم ان الانتير اند لور ذان ذا بوستير اند، ودي خدمتني في الانتروبوستير ديامتر، لكن لما تروح للرب الثاني هتلاقي ان الميدل بتاعه الرب لور ذان انتيرور اند بوستير اند. الميدل بتاعه الرب لور ذان انتيرور اند بوستير. خلي بالك هنا انت كنت بتعمل علاقه ما بين الانتيرور والبوستير اند، كانت الانتيرور اند لور ذان ذا بوستير اند، لكن هنا بتعمل بثلاثه، ان الميدل بتاعه الربس lower than anterior end and posterior end. فلما بتيجي بترفع الرب لفوق اهو، ترفع الرب لفوق تقوم تزود الترانسفيرس ديامتر، عامل بالظبط زي بوكت هاندل موفمنت، زي ايد الدلو او الجردل. بص ايد الدلو جنب الدلو اهو، لما تيجي ترفعها لفوق كده اهو تقوم تزود هذا الترانسفيرس ديامتر. تاني بالراحه، انا دلوقتي في الحته دي بزود ثلاثة ديامتر. أول ديامتر هو بزود الأنتروبوستيرو ديامتر أوف ذا ثوراسيك كافيتي. إيه الفكرة بتاعته؟ ده عامل بالظبط زي إيد المضخة، بامب هاندل موفمنت. إيه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا إن الأنتيرو إند أوف ذا ريب إز لور ذان ذا بوستير إند. فلما بترفع الريب بتقدر على مين؟ على السرنم. العمود الفقري ما يتحركش، تقوم تدفع للسرنم لقدام. لما تدفع للسرنم لقدام تقوم تزود الانتروبوستيرو ديامتر. زي بالظبط ايد المضخه اهي، شوف هنا كده دي يعني المسافه دي هنا قد ايه والمسافه دي هنا كده قد ايه. النقطه الثانيه عاوز ازود للترانسفيرس ديامتر، ودي علشان ازودها الفكره اتبنت كالاتي، ان الميدل بتاعه الرب از لور ذان انتيرو اند اند بوستيرو اند.
فلما تيجي ترفع الريب لفوق تقوم تزود الترانزفيرس ديامتر، عامل بالظبط زي ايد الدلو او الجردل اهو، بوكت هاندل موفمنت، لما ترفعه لفوق اهو تقوم تزود الترانزفيرس ديامتر. ده البامب هاندل موفمنت بتحصل في الضلوع من 2 ل 6، البوكت هاندل موفمنت بتحصل في الضلوع من 7 الى 10. يبقى انا دلوقتي زودت الانتروبوسيرو ديامتر وزودت الترانزفيرس ديامتر، لسه عاوز ازود الفيرتيكال ديامتر. مين هيزود الفيرتيكال ديامتر؟ هو الدفرام. اثناء الاسبيريشن الكوبله تنزل لتحت اهو، تقوم تزود الفيرتيكال ديامتر. اثناء الاكسبيريشن اهو الكوبله تطلع لفوق، بتقلل الفيرتيكال ديامتر. موفمنت اوف ريسبيريشن، قال اثناء الانسبيريشن انا بزود 3 ديامتر، 3 ديامتر اوف ذا ثوراسيك كافيتي. انتروبوسيرو ديامتر، قال ان الانتيرو اند اوف ذا ريب اللور ذان ذا بوسيرو اند، اثناء الليفيشن اوف ذا ريب مثل حركه البامب هاندل موفمنت بيحرك البادي اوف ذا ستيرنم فورورد للامام، لما حركه لقدام هزود الانتروبوسيرو ديامتر، وده بتحصل في الضلوع من 2 الى 6. طب على زي ازود الترانسفيرس ديامتر، قال ايه؟ قال ان الميدل بتاعت الشافت اوف ذا ريب موجود at the lower level than two ends، عن lower than النهاية بتاعته الانتيرو بوسير اند، وبالتالي أثناء elevation of the ribs إن الشافت تتحرك upward and outward، فبتزود لترانزفيرس ديامتر زي بالظبط بوكل هاندل موفمنت، وده بيحصل في الضلوع من 7 إلى 10. علشان ازود الفيرتيكال ديامتر هو الكونتراكشن بتاعت الدفرام بيخلي الكوبله بتاعتك تتحرك الى داون وورد، فبتزود الفيرتيكال ديامتر اوف ذا دايفرام. ودي كده حركات الانسبيريشن، ازاي ازود الثوراسيك كافيتي بالثلاثه ديامتر، سواء كان انتروبوستير ديامتر او ترانزفيرس ديامتر او فيرتيكال ديامتر. بنهاية النقطة دي تكون انتهت محاضرتنا بتاعت اليوم. شكرا جزيلا ليكم على سعة صدركم وحسن استماعكم. كان معكم متحدثا الأستاذ الدكتور يوسف حسين.